انا اذا عجبني الوضع وشفتهم حلوين راح اطب راح اطب اي راح اطب او لا راح اطب دشداشتي بعد بعد اي يلا انا بعد بطب عبايتي شفت لا والله انا راح اطب بلوستي هذه صاروا طوال اطول منك بره وما شاء الله حلوين كبره ما شاء الله سحر سحر محر ابو داوود المهم شو اخباركم ان شاء الله كلكم بخير احنا وايد نحبكم مشكورين على كل الدعم ادري الحين تسوون هاي لا والله وانا ادري انكم متحمسين حق فيديو اليوم تعرفون انتم الجزء الاول شفتوه لما احنا حضرنا حوض السباحه مع الاوربيز انزين طبعا اليوم راح اروح نفتح الحوض وراح نشوف الاوربيس شنو صار فيه احنا ما فتحنا ولا ندري شنو صاير نبي نروح نشوف الحين نبي نروح نكتشف ونشوف ان شاء الله ضابطين عاد شو تتوقع اتوقع ايه صغير ولا كبير اتوقع ان نص نص انا اتوقع ان لحظه قبل اتوقع تعال 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 الكاميرا تعال شو تتوقع يا حلو كبير انا اتوقع نفس عادل نص نص حتى انا انا يعني غيرت رايك انا بغير انا اتوقع كبير انا اتوقع نص نص انا اتوقع صغير انا اتوقع زين نص نص المهم فالحين راح نروح فوق وراح نشوف شنو صار بالاوربيز وياكم اتوقع ان يعني فكره الاوربيز حيل حلوه ما حد مسويها هني يعني بالدول العربيه مليون اوربيز وايد متحمسين ترى حيل متحمسين انا اذا عجبني الوضع وشفتهم حلوين راح اطب راح اطب اي راح اطب او لا راح اطب دشداشتي بعد اي يلا انا بعد بطب عبايتي شفت لا والله انا بعد راح اطب بلوستي هذه صدق هي يلا خلينا نشوف اذا كان وايد عود فنروح اتوقع ما راح تقدر تطب خلينا نشوف يلا ما دام متحمسين تعالوا ويانا فوق يلا خلينا نروح فوق يلا زاهبين؟ زاهبين؟ إيه. متحمسين؟ إيه. أول شيء حطوا يدكم ولا تبي تطلعونه؟ نطالع. تبي تشوفونه؟ إيه. يلا 1 2 3. ووهو. أنا قاعد أجلس الماي ولا قاعد أجلس الأوربيز الحين؟ ما أدري. أوه. مو قلت لكم نص. شنو هذا؟ نص نص. شنو نص نص؟ إيش كثر صاروا كبار؟ أوله بس خلاص انا بشيل ها تبي تطب بوبو حلو ولا مو حلو حلو انا بشيل اوله ما شاء الله عجيب ترى احنا انا مو شايف والله ترى شنو الماي حار ولا هذا الاوربيز حار الاوربيز يمكن اشوف بالطب ها يلا روح عادل خلينا نشوف ابوي ابوي عميق كله اوربيز مليون داخل. حبه ابوي داخل اوربيز ليه داخل يلا عادل انزل والله الماي وايد حار بوبو بوبو طافح انا طافح لحظه خليني انزل ما انزل ليش شوف شنو انت يبستو؟ ما اقدر اتحرك ريل ماما لحظه ريل ما اقدر امشي خافت بنروحه؟ خافت بنروحه خافت يبي هني 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 مو شمس يبي هني قاطول قاعد طول؟ تعال هني بوبو تعال مني انا اطول باللعبه اشوف بنروحه اشوفك خايفه خايفة تخاف بوبو ليش طلعت حار يلا روح هناك يلا غوص ايه
والله وايد ترى احنا كان المفروض ما نحط مليون حبه بشاير. اي مفروض كان المفروض نحط نص مليون. طهابه. هذه الحين بس ترى هذا الاوربيز بشاير نقدر احنا نشيله وناخذه نخشه بعد صح ولا لا؟ ما ادري ماما انا ما اعرف اسوي هذا بس الحين ما ادري ما تدري صح؟ صرنا نشبه؟ اعتقد لازم نفضي الحوض شويه من الاوربيز. عادي اغوص غوص اشوف. كذي يعني غصت؟ اصلا ما في ماي. بابا انا ما اعرف اسوي اوربيز كان بس الحين اجبر. كان بهذولك اوربيز؟ هي الابيض لونه غريب. وشكله وناسه ترى. ها فروحه تبين اوربيز؟ شوفي تبين اوربيز؟ شوفي لا كم عطها وايد عادي. شوفي كاكا هات شاش فرح فرح فرح. اوه 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 ما شاء الله داخل اذونك اوربيز. اطلع يلا ورنا شلون تتسبح بوبو. اوكي ويت يلا لازم اغوص اغوص. اي يلا سبح ورنا. انا ابي نظارتي عشان اشوف تحت. حتى انا تبون نظاره حين بكم نظاره كان نظارات هناك. انا ما توقعت كل هالاوربيز والله ما توقعت. ها كا شوف بوبو قاعد يغوص بعد غوص داخل. بس عيني سكر عينك. سكر عيني؟ اي واو ما في ماي عادل. ما في ماي. اي ما في ماي كله اوربيز. كله اوربيز فل اوربيز. وفي ماي حار شويه. شوف الاوربيز البرتقالي كله متجمع هني. اي صح. شوف الاوربيز البرتقالي خلي تجمع بابا ولا ما اقدر اتحرك. كأنك قاعد تطشر ماي مو اوربيز. ما اقدر اتحرك. شلون بطلع اذا ما اقدر اتحرك؟ لا لا الاوربيز لزج. ايه عجيب لزج. خاف خاف خلاص يلا. هي لايعه شبدها لايعه شبدها هي. الحين بنا اغوص. يلا غوص نط. احس انه علق. شوف شيء تحت؟ لا كل شيء اسود. اسود كله اوربيز تحت لانه انا حياه حلوه عندي. حلوه الحياه وياك والدنيا جنة. عندك الحياة حلوة ها؟ حياة سعيدة ها؟ واو. اتوقع اقدر اتنفس تحت؟ ما اقدر. لا اتوقع ما تقدر. اي والله نقدر نقدر. انا شلون كذي اقدر اتنفس؟ من هني هني. تبون تعرفون شلون تطلعون تحت ولا لا؟ تسوون كذي شوفوا؟ تسوون كذي. وين رايح؟ انا مستانس صراحة. اوه عجيب والله. ابي ادش داخل. ما تقدر ادونك في اوربيز. بابا تبي اجرب؟ يلا شوفوا ادونك في اوربيز. ابوي ابوي شفتي بابا شلون دش؟ اي بس ماما تشوفي دش عدل. بس ماما تشوفي ها؟ في اوربيز. تصدقين؟ في اوربيز تحتنا ماكو ماي. ها كله اوربيز. أي. كله فل. شوفي شوفي دخل اذونك اوربيز بدل يدش ماي قاعد يدش اوربيز. بعد هني بعد والله وناسه. وناسه اقول لك عادل طب ما في نظاره. اي نط نط بس دير بالك لا تطيح. يلا تعال طب خلينا نشوف. عجل وناسه كذي. شفت جلي قاعده
تنقعد بجلي ها؟ ايه يلا. اوه ماي جاد. يلا. راح لك حنان. اوه. اوه. ما في ماي. تبي تطبين؟ مالي خل. حنان بالبيجامة وين تطب الحين حنان؟ توا قاعدة من النوم حنان. الله ناصح. حنان جبت لي اوربيز شلون؟ حلو والله. حلو صح؟ حنان وايد صغير شلون صار كذي؟ ما ادري شلون صار احنا انصدمنا يوم بطلناه حاشتنا الصدمة ترى يبا يبا بأذونك ترى فيه شنو؟ أوربي شوفي حنان شوفي شوفي جبدي اذنك اذنك حر وصيف انا سويت لهم مفاجأة قلت بضبطهم شنو طلبت لهم؟ عصير تاي طبعا عادي الاسطورة سوبر بوبو اي وقت قاعدين في البيت ما تدرون شو تسوون شو تاكلون شو تشربون على طول فكروا بعادل وبوبو اوكي طلبت لهم هذا الشيء لذيذ هذا الشيء احنا لازم نطلبه ما نقدر كلنا نحبه من صغير لكبير الحين ببطلة تشوفونه طبعا هذا الشيء لذيذ الاوريو عندهم كيك الاوريو وايد لذيذ طبعا هذا يعتبر كذي كيك شوكليت مع اوريو اي احد يحب الاوريو راح يحب هذا وايد هم ما يدرون الحين بروح اودي لهم من يبي عصير سوبر بوبو هذا شوفوا العصير شوفوا شوفوا هذا العصير يطبخ بروحه يطبخ يلا سووا عصيركم على الاوربيز اوه يلا سووا عصير تدرين اكتشفت شيء شنو ان الاوربيز هذا يقدر اخليه مثل فراش وننام كذي اي عادي اي حلو ياخذ يلا. على جسمك انا ابي سوبر بوبو سوبر بوبو اوكي هيا با انت شنو تبي ما ادري ها شنو تبي والله ما تدري محتار ها اثنيناتهم لذيذين ها عادل ولا بوبو تبي عادل انا عادل عادل اخوي لان عادل اخوك والله انك شاطر وين انا عادل انا بحط الاوربيز كذي ها انا بحط الاوربيز تبي تشرب كذي بالاوربيز اي شوفوا ايه صح انا ابي عادل بعد ما يصير غش تبي عادل انا طالبه اثنين باثنين يلا بقالك بوبو سوبر بوبو هاي تفضلي تفضلي ما حبيهي حطي ال تعال يلا حط شوفوا اقدر اشرب عصير سوبر بوبو وانا مو جايسه شوفوا ايدي شوفوا ماما بس انا ما اقدر عطلي ماما وهذا الشيء الذي تعالوا شوفوا ما تدرون شنو تقولون اوه اي شيء من عصير تايم حلو شنو 1 2 3 مانجو اي ادري حنان مفضل عند اهل مانجو هذا شيء مفضل عند حنان هذا الحلو لما تطلبونه كذي يطفح على الحوض يطفح أوه. على الاوربيز هذا ترى حتى على الماء يطفح شوفوا بقول لكم شيء شنو مو قادر اتحرك بقول لكم شيء يا سنتاج عليها سحبه اي با ابوي كلام غير قفشه أبوي 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 خوي خوي مال أول شفت ايه. المانجا أول عجيب ايه. أنا وايد أحب المانجا بشكل عام يعني المانجا أحبها وايد كأنك قاعد تاكلين مانجا صدق إي وايد حلو صدق لذيذ يصير أطب أجرب وياكم لا ليش ليه إحنا بس بنستمتع مع المانجا وسوبر بوبو لا والله بروحنا هاج بعد عمري كريم بعد كريم عمري. شكرا شكرا يا بوبو شكرا 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 عدنان وخر شوية شنو؟ وخر؟ ايش تبين؟ وخر ما اقدر قوم لحظة يا ريت فلوس بدال الاوربي لحظة ما اقدر امشي ترى داخل مو عبالك سهل عبالك سهل؟ لا مو سهل ابوي شعور غريب ابوي اوف المانجا أبي عشان صحيح أبي عرفت الحين ما نقدر أنا ما أقدر أمشي أبي أطلع ما أقدر ما نقدر وي انحكرنا هذا رياضة ترى انحكرنا شوي شوفي شوفي أنا بالطب بجامعته بعد شوفوا ترى صدق إنه كرسي قاعدة على كرسي شوفوا
شوي ما اقدر. ها ترى ما في ماي. انحكيت ما اقدر امشي. ابي صعب صح؟ قعدي ايوه بس قعدنا. حاولوا تمشون على غلب. ما نقدر. بوبو يقدر لانه خفيف وعادل خفيف وانا بعد خفيف اقدر. انت وايد خفيف. ما شاء الله مستمتعين. اي مسوين هني كنكم مسترخين. مسترخين. انا بطلع بسمونه مسترخين وقاعد نشرب. بوبو محكور ما يقدر يطلع. بوبو يبي يقوم عشان ياكل. يلا قوم. اي يلا بوبو يلا اقعد اقعد يلا اقعد. ما اقدر. حنان حكرت بعد شوفوا. ما اقدر اقوم. ايه والله. تعلمي من اخوك الكبير عادل. فنان فنان عادل. في بدون كوربي. عادل عادل بسرعه عادي. طبعا ترى انا وياهم شوفوا. يعني شيء مبين يعني صورتي انا وياهم. مبين مبين. اخ وناسه ودي انام هني. عجيب عجيب. ودي انام هني. صراحه ما توقعت كذي الاوربي. يبي له بس مكيف. اذا سكر وجهك سكر عينك قصدي. باي باي. بوبو بابا راح. بوبو بابا اختنق. عادي عنده. دخل الاوربيز بخشمي. منو سوى كذي؟ بوبو. ماما دخلت الاوربيز بخشمي. اي بابا سووا لي مثل ما سويته بابا. يلا حن نسوي حطه كذي. لا تخاف ما راح يتحرك. تحطه كذي عادي. يلا 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 يلا. بوبو وين عادل؟ ما في حد يلعب وياك. احسن. شنو؟ لا لا هذا عادل الاسطوره. عادل عادل. بدونك لانه يختنق داخل. اختنقت انا. قاعد اتنفس. اقدر اتنفس بس هو ترى عنده خياشيم. تعرفون شنو الخياشيم؟ ايه. وين الخياشيم؟ صح عند السمك. شو يسوي؟ شنو فايده الخياشيم؟ يخليهم يتنفسون. شاطر. الخياشيم يخليهم يروحون الحمام. لا انا جايب العلوم 99. ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بريدها وصار كله اوربي. بريدي صار اوربي. انزين شو نسوي؟ نطلعهم وناكله. شو نسوي؟ صح صح عادي ما في شيء ينقط. صح حرام. وناسه شوفوا. واو مرده مرده يا بابا. عدنان قاعد يعاني. قاعد احاول اقوم. اللي بيقوم مو قادر. صورنا هاي مو راضي يقوم. مو قادر اقوم. قادر. كل مكان في اوربيز. شوف 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 جيوبي. جيبك. ليه عادل غصب قمت انا غصب. الخياشين حق الحمام. ها بريدي يا اخوان. غصب قمت عادل انا. واي شيلني ساعدني. غصب نشيل نفسنا عدنان. حنطيح. بتطيحنا صح؟ في واحد ساعدني بيد اليمين ساعدني. ما نقدر ما نقدر ما نقدر ما نقدر ما اقدر اقوم. ما نقدر. بابا كيف خل اقوم انا ساعده. لا لا تساعدني قص عليكم بيطيحكم. تصدقين؟ ايه يلا يعني. وبكذي وصلنا حق نهايه الفلوج. لا تنسون تعطونا لايك وشير وسبسكرايب. تكتبوا لنا كومنت حلو وعندنا فكره وايد حلوه حق هذا. كومنت حلو مثلكم. يقول بوبو كومنت حلو مثلكم وقولوا لنا ايش رايكم في فكره المليون اوربيز. طبعا هذا الاوربيز راح نسوي فيه فكره وايد حلوه نطروا الفيديو فيه. اوكي لحظه قبل لا نسوي النهايه. شنو بوريكم شيء. شنو؟ لا تطيح. برباك التعور. برباك التعور. حتى انا حتى انا. واو تعال. وين خياشيمك اشوف. يلا قبل أن نقول باي. يلا قول لهم باي ونط. يلا باي. يلا وين الصوت؟ آخر شيء نقول لكم باي.